بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ المحاضرة الأولى في شابتر 3. طبعا هذا الفيديو خاص بجامعة الأقصى كلية العلوم التطبيقية قسم الكيمياء لمساق جنرال كيمستري 1 كيم 1301. شابتر 3 لكتشر نمبر 1 عنوان الشابتر كيميكال رياكشنز اند ذا مول كونسبت، التفاعلات الكيميائية ومفهوم المول. في عنا عدة مفردات keywords لهذا الشابتر راح نتطرق إلها خلال دراسة الشابتر 3. chemical reactions, chemical equations, balanced chemical equations. كمان calculations based on chemical equations, limiting reactant calculation, theoretical yield and actual yield, percentage yield, reactions in solutions, preparing solutions by dilution, and finally stoichiometry of reactions. راح نتطرق في الفصل هذا او في المحاضرة هذا لتغطية المفرد هذا والمفرد رقم 2 فقط. رقم 1 chemical reactions، التفاعلات الكيميائية. التفاعل الكيميائي هي خطوة يتم من خلالها وصف التغيرات الكيميائية التي تحدث عند تفاعل المواد مع بعضها البعض او عند مزج المواد الكيميائيه مع بعضها البعض. فدائما عند مزج المواد الكيميائيه يمكن ان يحدث تغير كيميائي يمكن وصفه من خلال تفاعل كيميائي. مثال على ذلك وضع قطعه من النحام من الصوديوم في الماء، ينتج عن ذلك تفاعل قوي ويتصاعد غاز الهيدروجين. مثال اخر burning ribbon of magnesium، حرق شريط من المغنيسيوم الذي ينتج عنه راسب من مغنيس أكسيد المغنيسيوم. كذلك إضافة محلول من كلوريد الصوديوم إلى محلول من نترات الفضة ينتج عن ذلك تفاعل وينتج راسب من كلوريد الفضة. طبعا بالنسبة للتفاعل الكيميائي حتى نتفق عليه يمكن وصفه من خلال مصطلح معادلة كيميائية. المعادلة الكيميائية هي خاصة بالمعادلات خاصة بالتفاعلات الكيميائية، حيث يمكن وصف أو متابعة التغيرات التي تحدث في التفاعل الكيميائي من خلال المعادلة. طبعا بالنسبة للمعادلة الكيميائية تتكون من طرفين، طرف على اليسار بنسميه رياكتانس وطرف على اليمين بنسميه برودكتس، وبينهم وبين الرياكتانس والبرودكتس طبعا سهم، which means reactants are reacted to lead for products. Reactants are reacting to lead for products. طبعا الرياكتانت تكتب على اليسار والبرودكت تكتب على اليمين. Chemical equations، أمثلة عليها طبعا احنا أخذنا أمثلة سابقة مثل placing sodium in sodium piece in water. إذا وضعنا قطرة صوديوم في الماء يحدث تفاعل قوي جدا، هذا التفاعل يؤدي إلى تصاعد غاز الهيدروجين وتكوين هيدروكسيد الصوديوم. كذلك burning of ribbon of magnesium، magnesium plus O2 gives to magnesium oxide، طبعا هذا لونه أبيض راسب من أكسيد المغنيسيوم. addition of sodium chloride solution، إضافة محلول من كلوريد الصوديوم إلى محلول من نترات الفضة يؤدي إلى تكوين راسب من كلوريد الفضة. بنلاحظ أنه دائما في التفاعلات الكيميائية يجب أن يكون هناك تغير كيميائي حتى تكون هناك معادلة كيميائية مثل تصاعد غاز أو تكوين راسب. طبعا بالنسبة للمعادلة الكيميائية يجب أن تكون موزونة حتى يمكن استخدامها عمليا في الحسابات الكيميائية، لذلك لازم نعلمكم كيف نوزن المعادلة الكيميائية. ده سؤالنا how can we balance chemical equations. حتى أوزن أي معادلة كيميائية two steps should be taken into account، لازم نأخذ خطوتين في الحسبان عند توزين أي معادلة كيميائية. الخطوة الأولى write and balance chemical equation correct and being careful to write the correct formula for each substance. لازم نكتب المعادلة الكيميائية غير موزونة ولازم نكون حذرين إنه كل مادة يجب أن نكتب صيغتها الكيميائية بشكل صحيح، لأن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. لذلك لازم نكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الكيميائية صحيحة. 2 balance the atoms in both sides reactants and products by placing coefficients، بنوزن الذرات
من المتفاعلات والنواتج بالتساوي، بحيث انه نتبع القانون المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. بما معنى اذا كان هناك 10 ذرات من الاكسجين في الرياكتانس، يجب ان يكون هناك مقابلهم 10 ذرات من الاكسجين في البرودكت. كيف احنا ممكن نوزنهم هذولا؟ من خلال استخدام كوفيشنس، معاملات رقمية صحيحة. طبعا مثال على ذلك الامثله اللي اخذناهم، placing sodium piece in water، عندنا 2 صوديوم زائد 2 H2O اعطينا 2 NaOH زائد H2. طبعا هيك المعادله صارت موزونه، 2 صوديوم 2 صوديوم، 4 هيدروجين 4 هيدروجين، 2 اكسجين 2 اكسجين. كذلك burning ribbon of magnesium، 2 Mg زائد O2 بعطينا 2 MgO. addition of sodium chloride solution to silver nitrate solution، NaCl plus AgNO3 leads to AgCl plus NaNO3. طبعا المعادلة الأخيرة معادلة موزونة لا تحتاج إلى إضافة أرقام مضاعفة، التفاعل بنسبة 1:1. Example 1، طبعا composition of octane gasoline component، عندنا الأوكتان أو مادة الأوكتان تعتبر من مكونات الوقود، لذلك أحيانا نقول أن طبعا رقم الأوكتان للوقود الذي يستخدم للسيارات او غير اخره. طبعا هذا يحترق مع الاكسجين C8H18 والاوكتان، ويتكون عن ذلك ثاني اكسيد الكربون والماء CO2 زائد H2. حتى نوزن مثل هيك معادله بنيجي ننظر بنلاقي انه الكربون 8، هنا الكربون 1 فلازم نضع هنا 8، الهيدروجين 18، هنا عندنا 2 فلازم اعمله 18 فبضع 9 بتصير 9 H2O. لما نيجي نحسب الأكسجين، 8 ضرب 2 16 زائد 9 بيساوي 25. طب صعب أنا أسوي أجد رقم أضربه في 2 يكون ناتجه 25، لذلك نستخدم الكسر 25 على 2، نستخدم الكسر 25 على 2، ومنه لو ضربنا 25 على 2 في 2 بالنسبة للأكسجين بنلاقي أنه عدد ذرات الأكسجين. بعد هيك بنتخلص من الكسر بانه بنضرب المعادله الكليه في 2، equation is multiplied by 2، فبيظهر عندي 2 C8H18 زائد 25 O2 leads to 16 CO2 plus 18 H2O. calculation based on chemical equations، بناخذ الحسابات التي تعتمد على المعادله الكيميائيه. مثال على ذلك عندنا الايثانول يحترق مع الاكسجين في الهواء وينتج عن ذلك ثاني اكسيد الكربون زائد H2O. طبعا المعادلة عندنا هنا موزونة، 2 CO2 زائد 3 H2O والاكسجين 3، تفاعل بنسبة 1:3. المطلوب coefficients in chemical equations provides the ratios by which moles of one substance react or form moles of another. هذه المعاملات 1 3 2 3، هذه معاملات ثابتة في المعادلة. هذه المعاملات توضح العلاقة النسبية بين عدد مولات المركبات بين المتفاعلات طبعا عندي والنواتج. فبنلاحظ انه هنا التفاعل بنسبة 1:3 والناتج 2 ثاني اكسيد كربون و3 من الماء. طب تعالوا نشوف الجدول هذا، الجدول بوضح لنا المتفاعلات اللي هو C2H5OH والإيثانول والاكسجين اللي هو O2 والنواتج CO2 H2O. بنلاحظ انه الايثانول 1:3 اكسجين والناتج 2 ثاني اكسيد كربون 3 H2O. لو جينا ضربنا المعاملات في 2، لو قلنا 2 لازم اضرب الكل في 2، فبجد انه الايثانول بصير 2، الاكسجين 3 في 2 6، ثاني اكسيد الكربون 2 في 2 4، H2O 3 في 2 6. إذا هذه النسبة لو بدي أرجعها بلقاها نسبة ثابتة دائما، 1:3 إلى 2:3. لو بدي نقسم هاي على 10 بصير 1/10، بقسم باقي المعاملات كلها على 10، 3/10 2/10 4/10. لو ضربت كل المعاملات هذه في 10 برجع للنسبة الأصلية 1 3 2 3. نأخذ أمثلة حسابية على هذا المفهوم. calculation based on chemical equations example، طبعا بنعتمد في حساباتنا
كلها بالبداية في الأمثلة هذه على المول. فالمثال الأول بدنا ناخده على الإيثانول. طبعا المثال إيش بقول؟ How many moles of oxygen are needed to burn 1.8 mole of ethanol؟ الإيثانول طبعا أنا عندي مكتوب بالأحمر والأكسجين مكتوب بالأحمر. ليش؟ لأنهم المطلوبين إلي، بده عدد مولات الأكسجين التي نحتاجها حتى تحرق 1.8 مول من الإيثانول. الحل بنلاقي أنه كل 1 مول من الإيثانول يحتاج إلى 3 مول من الأكسجين من المعادلة. طيب هل أنا عندي 1 مول؟ أنا عندي أكثر، عندي 1.8 مول من الإيثانول